أهلا بكم من جديد في طوفان نحو التحرير ومناقشة آخر الأخبار ومن خرج من الشعوب وأولهم اليمن في مسيرة مليونية بعنوان طوفان نحو التحرير. نكمل وتفاصيل هذه المسيرة بعد الفاصل. قد أوصل طوفان الأقصى بعام من المقاومة في غزة ولبنان هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون هاجسه الأهم حفظ وجوده. أهلا بكم من جديد. سوف نناقش طوفان نحو التحرير مع ضيوفي في الاستوديو أستاذ واثق الجابري محلل سياسي، أهلا بك، وعبر سكايب حسين سلامة من بيروت. أبدأ معك أستاذ واثق، خرجت بمسيرة مليونية اليمن، واليمن ليس جديد عليه هذا الموضوع بالخروج والتضحية والاستعداد، وحسب تعبيرهم نحن أهل لهذه الحرب ونحن نعرف كيف نقضي على الكيان وعلى أمريكا. في تفاصيل هذه المسيرة تكلموا بأن طوفان الأقصى أسقط نظرية الأمن المطلق والتفوق العسكري الكامل للكيان المحتل والتي ارتبط بقائه بها. نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام وللضيف الكريم. طبعا اليوم استذكار طوفان الأقصى هو استذكار مهم باعتبار هذه المناسبة أولا يعني هي ربما تحول نوعي في مجريات الأحداث ومجريات أحداث تاريخ حقيقة. نعم. الكيان الصهيوني منذ عام 48 إلى اليوم ارتكب كثير من الجرائم، واليوم هذه الجرائم التي ارتكبها اليوم هي جزء من جرائم، هو مستمر بارتكاب هذه الجرائم. بالتالي اليوم الشعب اليمني وتعبير الشعب اليمني والشعوب الحرة في العالم ككل التي تقف مع القضية الفلسطينية هي أكيد شعوب. نعم. يعني تدافع عن قضية إنسانية، قضية شعب مظلوم، شعب تنتهك حقوقه، شعب تسفك دماءه لحد الآن. احنا تحدثنا قبل البرنامج انه عدد الضحايا وصل لحد الآن يعني 41,870 الى حد يوم امس، ويوم امس ارتقى بحدود 45 شهيدا تقريبا بمعدل 115 شهيد. وين هاي؟ في غزة. في غزة. وفي لبنان 2000 شهيد و10,000 جريح وهجر مليون شخص. نعم، يعني ما يزيد على 115 كمعدل، 115 شهيد يوميا. بالتالي هذا الكيان هو متغول في الدماء ومجرم ومنحرف ومتهور وكل الصفات اللا إنسانية واللا أخلاقية يمكن أن نجدها في هذا الكيان. لكن في الجانب الآخر هذه الشعوب اليوم التي تتظاهر والمقاتلين والأبطال يعني المقاومين الصامدين الصابرين الذين يخوضون أشرس المعارك وربما أشرفها وأقدسها وأكثرها عطاء وإنسانية، وهؤلاء الأبطال الذين أثبتوا للعالم أن نظريات الكيان والرعب الذي كان يثيره وأثبتوا للدول التي ترتجف من هذا الكيان. نعم. ويعتقدون أن هذا الكيان هو دولة لا تقهر. اليوم الكيان يتعرض إلى شتى الضربات ولحد الآن إذا قلنا المعركة لحد الآن طالت عام كامل، لحد الآن الكيان الصهيوني لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعدها أو وعد جمهوره أو وعد العالم. نعم. هو تحدث نتنياهو في اليوم الأول قال خلال 24 ساعة ستنتهي كل المهام وسنعيد الأسرى ونقضي على حماس،
كان يفكر ربما باحتلال غزة. شنو الضمان كان بوعوده ال 24 ساعة؟ شنو اللي كان عند هذه الثقة بأنه صرح ب 24 ساعة؟ وشنو اللي اختلف بعدين؟ هو طبعا اولا بما كان يعتقد من من ما يملكه من سلاح، بالاضافه الى الدعم الدولي اللامحدود الذي كان من الدول الكبرى على راسها الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وكندا وايطاليا والمانيا، وهذه الدول من يعني اكثر الدول تاثيرا في العالم وذات اقتصادات عاليه وبدعم لا محدود يعني من السلاح وايضا الاجهزه الاستخباريه وحتى الخبراء ربما شاركوا في المعركه. بالتالي هو هذه الاشياء التي كان يعول عليها الكيان، بل يعني حتى شنو اللي صار ما دام هذه الثقه بهذه الوعود بهذا الدعم مثل ما تفضلت من هذه الدول شنو اللي صار؟ تخلوا عنا مثلا؟ هو ما زالوا مؤيدين؟ لا، هم لم يتخلوا، لكن هي الفارق هو اراده المقاتلين الابطال الذين صمدوا وصبروا لحد الان. يعني اليوم كل يعني حسب ميزان القوى او اختلاف القوى، طبعا فرق شاسع بين ما يمتلكه الكيان الصهيوني وما تمتلكه المقاومه. نعم. لكن الفارق هنا هؤلاء اصحاب قضيه، لذلك اليوم يعني عندما اي شخص يلاحظ غزه مدمره بشكل كامل، العوائل نازحه وتشرد من ملجأ الى ملجأ ومن مدرسه الى مدرسه، ومع ذلك تقصف ورغم ضغط العوائل ومحاصرين من سنوات، الا انهم صارت ما يزالون يقاتلون. يوم امس قاموا بقصف تل ابيب بعد عام كامل، ما تزال الصواريخ تصل الى تل، وهذا اثر بشكل كبير على الكيان الصهيوني. اليوم حسب استطلاعات الراي ومراكز الدراسات الغربيه تشير الى ان 86% من المستوطنين في غلاف غزه لا يرغبون بالعوده الى يمكن يمنعهم حكومتهم تمنعهم بانه يذهبون الى دول اخرى. نعم، بل هنالك رقم اخر، 30% من المستوطنين ايضا في غلاف غزه 30% منهم يرغبون السفر او الخروج من الكيان الصهيوني، اضافه الى ارقام اخرى. وهم ماكو ضمان على حياتهم حتى لو خرجوا من الكيان لشيء واحد، انه هم حياتهم معرضه للخطر لانهم منبوذين. اليوم هم قضيتهم قضيه بائسه متوحشه، قتل وغيرها وسفك الدماء، هذه هي قضيتهم. خلينا نتكلم موضوع خسائر الكيان. الكيان صرح بانه قتل لحد الان 726 جندي من الجيش الكيان مقابل 885 مدني. اعتقال كان او اسرى لهم 270 شخص رهائن، ولحد الان بقى 50 الى 70 شخص رهائن، يعني تم تحرير جزء من يوم. انا اقول الارقام هي مضاعفه باعتبار. نعم. يعني اولا لو بينما يعني هو صرح هذا تصريح الكيان، لكن اي تصريح الكيان اذا راجعنا الارقام يعني بشكل دقيق، يعني لو قلنا يوميا تتعرض يعني على الاقل دبابه واحده، وفي كل دبابه كم شخص؟ بالتالي الكيان تعرض الى عده دبابات واشخاص وكمائن وانفجارات، وتعرض الى مجاميع. نعم. كل هؤلاء قتلوا في المعركة. يعني هو يعاني من نقص في عدد. نعم، بل يعني حتى الجنود الاحتياط هم لا يرغبون، وهنالك يعني حتى تجنيد اجباري. تجنيد اجباري وهنالك حالات نفسيه ومصحات. لكن اذا تحدثنا عن خسائر اخرى لدى الكيان الصهيوني، هو الخسائر طبعا ارقام انا كتبتها ارقام جدا كبيره، يعني بحدود يحتاج الى الاعمار، يحتاج الى بحدود 100 مليار اعمار في داخل الكيان. نعم، الاعمار لا في داخل الكيان وايضا في غزه. نعم، بحدود 100 مليار، و 30% من الشركات الكبرى اعلنت الافلاس، الشركات الصهيونيه، و 50% 50,000 موظف من موظفيهم فقدوا وظائفهم بشكل نهائي، و 60% من المرافق السياحية توقفت، و 15 مليار خسائر القطاع الزراعي، و 22% تراجع الناتج المحلي، بالإضافة إلى 300,000 مستثمر أجنبي هم تركوا هذه الاستثمارات، وخسروا أيضا 45 مليار هي خسائر قطاع التكنولوجيا. كل هذه الخسائر بالإضافة إلى الخسارة الدبلوماسية والخسارة الإنسانية والخسارة الأخلاقية، بالإضافة إلى المنظومة الدولية. لكن كما يبدو أن يعني اليوم المجتمع الدولي هنالك تقصير وإجحاف وظلم للقضية الفلسطينية. نعم. بل
هذه التصرفات الهمجية الرهناء التي يقوم بها الكيان ربما يعيدنا إلى حصر ما قبل الدولة، إلى يعني إلى حكم الغابة، إلى ربما حتى حكم الوحوش. حتى الوحوش ربما لا تفعل ما يفعله الكيان. اليوم الكيان يقوم بقصف المدنيين ويمنع المسعفين، يقوم بقصف المستشفيات، قام بقصف المدارس، قام بقصف المياه، فعلى كل شيء. صح. كل أنواع الجرائم التي ممكن أن ترتكب لم ترتكب. نعم. في على أمد التاريخ. أستاذ حسين سلامة محلل سياسي من بيروت ينضم لنا، أهلا بك أستاذ حسين. قبل قليل كانت أكو كلمة لأبو عبيدة وتكلم عن معركة طوفان الأقصى وقال بأنها جاءت بعد توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى. أستاذ حسين تسمعني؟ نعم. وأكيد شكر الشعب على الصمود بوجه قوى الاستكبار العالمي. رأيك بكلمة السيد أبو عبيدة أستاذ حسين؟ يعني السيد أبو عبيدة نطق صدقا وحقا، لأن ما كان الوضع الفلسطيني عليه قبل طوفان الأقصى لم يكن يحتمل على الإطلاق. حصار في الداخل في غزة وحصار في الضفة الغربية واعتداء على الفلسطينيين بشتى أنواع الاعتداءات، سواء من السلطات الرسمية أو من الكلاب الشاردة من المستوطنين. نعم. الذين يستبيحون المقدسات ويستبيحون حريات الناس. وكان المعتقلون في السجون الإسرائيلية يذوقون الأهوال في سجون إسرائيل ويعتدون عليهم نساء ورجالا. يعني لم يكن الوضع الفلسطيني ذاهبا إلا إلى التصفية النهائية. والعرب، عرب الطبيع، عرب. نعم. عرب الصهاينة ذهبوا إلى ما دعاهم إليه ترامب واتبعوا دين ترامب. هو يعني ألف دينا جديدا سماه الإبراهيمي، وأنه جمع الأديان، هو حر يعني بيجمع الأديان تحت تتر واحد، وهن قبلوا، يعني العرب قبلوا في هذا الشيء. وكان الهدف من كل ذلك هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيا. نعم. لو لم يقدم الفلسطينيون في غزة على تنفيذ عملية طوفان الأقصى لكانت القضية انتهت. صحيح. لكن يعني باعتقادي أن هم أقدموا على هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى سدد الخطى حتى جعل من فعلهم هذا قنبلة عالمية. قنبلة. نعم. عالمية هزت الكون وأعادت القضية الفلسطينية إلى الطاولة وفوق الطاولة، ووضعت شروط جديدة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وفيما يتعلق بتحرير الأسرى وحرية ورفع الحصار، ويعني المطالب الفلسطينية التي ما زلنا نناضل من أجلها اليوم عبر استمرار عملية طوفان الأقصى. نعم. هذا أمر يعني مفروغ منه. أبو عبيدة تحدث في الواقع، والواقع كان مريرا. صحيح اليوم نحن يعني في وضع خطر جدا في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان، ولكن التضحية تستحق، القضية تستحق هذه التضحية. فنحن أمام أمرين، إما تصفية القضية، إما أن نقدم القرابين. نعم. قتلا ودماء وإعداما وتدميرا، كل ما الأهوال التي تعرفونها. نعم. والعالم كله ينظر إليها ويراها. صحيح. ولا يعني ومعظم العالم وخصوصا عالم الغرب في أوروبا وأمريكا لا يرف له جفن. لا، بل يريد أكثر، يريد تدمير المنطقة لإعادة تكوينها. صحيح. طيب أستاذ واثق، إحنا بصدد الأرقام، أطلقت صواريخ خلال هذا العام 13200 صاروخ من غزة باتجاه الكيان، و 12400 صاروخ من لبنان، وأكيد الأعداد مستمرة.
60 من سوريا، 180 من اليمن، وأكيد الرد الإيراني الجميل. بالإضافة إلى ذلك كان 170 من العراق بصواريخ كروز ومسيرات. هذه أعداد المقاومة، هذه كلها يعني أكيد بها نتائج. أكيد هذه القبة الحديدية مثل هم اللي ادعوا بأنه هي يعني ترد الصواريخ والرادات الصواريخ وغيرها، فشلت. إذن بتحديد تحديد الخسائر الكيان مع هذه الأرقام أستاذ واثق. إحنا طبعا أولا إذا تحدثنا عن هذه الأرقام، طبعا هي تكلفة القبة الحديدية أو تكلفة صاروخ صاروخ القبة الحديدية يكلف أضعاف مضاعفة إذا بالحسابات المادية، لكن بالحسابات المعنوية طبعا هي حسابات كبيرة. باعتبار الكيان الصهيوني لم يكن أحد يجرؤ قبل هذا التاريخ أن يقوم بقصف الكيان أو الرد عليه بهذا العنف وبهذه الجرأة. حجم الصواريخ طبعا إحنا المعلومات اللي توصلنا من الكيان أو الخسائر هي ربما معظمها مستسقات من الإعلام الصهيوني، صح. لأنه الكيان يعني هو معتم على ما يحدث في داخل الكيان، وما نسمعه مجرد من وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي تنقل هذه الأرقام، وإحنا قد نأخذ الأرقام وبعض الأرقام هي تخمينات. لكن يعني اللي يحدث إحنا حتى الآن يعني في بعض الأحيان يعني في وسائلنا الإعلامية ننقل إنه مثلاً في الضاحية صار قصف أو في دمار في غزة كذا من هذه الخسائر اللي نتعرض لها وعدد شهداء. طبعاً هذه اليوم الكيان الصهيوني أشبه بداعش، داعش كان يتفنن بالجريمة ويتمنى من ينشر هذه الجريمة. أيضاً الكيان اليوم يتمنى من ينشر هذه الجرائم كي يتشفى ويثير الرعب. إحنا اللي المفروض نركز عليه في الإعلام أنه الكيان تعرض لخسائر، واليوم بحدود أكثر من 1.5 مليون صهيوني نازح. الكيان الصهيوني اليوم من أقصاه إلى أقصاه مدارس معطلة، صح. مرافق الحياة كلها معطلة، كل مواطنيهم في الملاجئ في أي لحظة. هسه يلا علنوا هذا الموضوع، أعتقد هو يعني أكثر يعني في أحد الليالي عندما قام حزب الله بالقصف بحدود 200 صاروخ أكثر من 100 مدينة فيها صافرات إنذار، يعني 100 مدينة تدخل في الملاجئ. وهذه طبعا يعني إذا كانوا يدخلون في الملاجئ إذن لا عمل، لا مدارس، لا سياحة، لا مطاعم، لا كل الحياة متوقفة. الكيان اليوم يعيش في حالة شلل تام، حالة رعب وحالة عدم ثقة لا بدولتهم ولا بجيشهم ولا بالقبة الحديدية ولا بنظامهم. راح نكمل أستاذ. فقط اللي هم يتحدثون أو يحاولون أن يصنعون هذا النصر الوهمي من خلال وسائل الإعلام، لأنهم حقيقة يجيدون التفنن بالتلاعب وسائل الإعلام. أضاف إلى ذلك هم ليسوا وحدهم، وسائل إعلام ضخمة من هذه الدول والدول العربية والدول الإسلامية كلها مع الكيان الصهيوني في دعمه. إحنا نلاحظ حتى تؤلف سيناريوهات القنوات العربية الآن، لو تلاحظين يعني التابعين الأخبار، يعني معظم القنوات العربية أو 90% أو 99% من القنوات العربية هي تسرب معلومات يحاول الكيان الصهيوني يعني إثارتها، يعني من خلال مثلا ذكر أنه أشخاص مثلا استشهدوا، ذكر معلومات معينة، تمرير معلومات معينة. بالتالي إحنا الآن موجود، هم الآن ليس فقط الدعم وإنما الدعم الإعلام الهائل هو هذا واحد، صحيح. جزء من المعركة الكبيرة. راح نكمل لكن بعد هذا الفاصل. نحن على طول منقول المهم أنك تلحق الهدف وتعطل الهدف وأن تهزم العدو وتفشل العدو من خلال منعه من تحقيق هدفه. هاي المعاوية، معاوية المقاومة هيك بكل التاريخ، هيك كانت معاوية المقاومة، مقاومة الشعوب. طيب شو الهدف اللي أعلنت عنه حكومة العدو وعلى أساسه فوضت نتنياهو جالن بالجبهة الشمالية؟ إعادة سكان، عن التعبير، من سكان الشمال إلى الشمال بشكل آمن، وزادوه على أهداف الحرب. يعني كانوا أهداف الحرب 3 اللي كانوا معلنين لهم علاقة بغزة، هلأ صار في هدف رابع اسمه إعادة السكان. يعني تعبيرنا نحن إعادة المستوطنين المحتلين
لفلسطين، لشمال فلسطين المحتلة إلى المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان. قلنا لكم بعد بيان خسائر الكيان على مدى هذا العام جزء بسيط، محاولات دخول البري إلى لبنان كبدتهم الكثير من الخسائر. أنا أسأل الأستاذ حسين، حسين سلامة من بيروت، أهلا بك من جديد. أبرز الخسائر للعدو منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان 6 دبابات أكثر من 25 ضابط وجندي قتلوا، و 130 جندي أصيبوا، و 800 صاروخ أطلق على الكيان، وما زالت خسائر الكيان في البر مستمرة. تعليقك. يعني هذه أرقام متواضعة الحقيقة. أرقام القتلى من الصهاينة أرقام أكبر من ذلك. يعني الهجمات التي كان يحاول القيام بها الجيش الإسرائيلي بفرق محدودة وللتقدم في بعض النقاط كانت تصاب بمقتل كبير، يعني كان يقتل منهم 10 قتلى يوميا. عندنا 4-5 محاور حاولوا اختراقها ودخلوا بعض الأمطار إلى الأراضي اللبنانية ووقعوا في شراك المقاومين وفي شباك المتفجرات التي زرعت في طرقهم. ويعني فعلا الأرقام أكبر من ذلك بكثير. هناك رقم مهول عن الصهاينة، الجنود الصهاينة الذين فروا من الخدمة، يعني هاربين من الخدمة، لا يريدون البقاء على حدود لبنان. يعني الجيش الإسرائيلي عمليا هو جيش قوي وكبير ولديه أحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا وعنده أكثر الأسلحة فتكا زودته بها أمريكا، لم تزود بها حتى غير قواتها هي، يعني فقط صحيح. عندك قنابل الأعماق التي استخدمها في الضاحية وفي بعض الأماكن حيث كان يظن أنه يقصف على أنفاق فيها صواريخ وهو يضرب في الجبال، يعني يعني لديه قدرة نارية هائلة وطاقة نارية فتاكة. طبعا هذا موجود، نحن لدينا رجال ولدينا تكتيك ولدينا صحيح. إيمان نعم. ولدينا روح قتال بالعقيدة الله صحيح رضي الله عنه نعم. التي تجسدت في كل مقاوم، يعني نعم. أصبح كل مقاوم متلبسا بعباءة وروح سماحة السيد حسن نصر نعم. الله رضوان الله تعالى عليه نعم. هذه القدرات الهائلة، يعني إذا بتشوفي يعني الحديث لا, 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 لا يقدم الوصف الحقيقي صحيح. عن المعارك الدائرة على الحدود نعم. بين البلدين، بين فلسطين المحتلة ولبنان. هناك صحيح. أبطال، هناك أبطال هم يقولون نحن يعني أنا شفت فيديوهات لجنود إسرائيليين يقولون نحن نحارب أشباح. واحد يقول أنهم متقدمون علينا كثيرا وينادون علينا في مكبرات الصوت حتى أن الشجر يصرخ معهم لبيك يا نصر الله، لبيك نعم. يا حسين نعم. هذا كلام موثق، عندي فيديو إذا بدك أنا ببعث لك إياه. موجود مقابلات مع جنديين على الحدود، يعني في أمور كثيرة صحيح. سبحان الله، يعني يقدر نعم. أو يهيئ لرجال الله وتثبت أن الله معنا أكيد، والنصر راح يكون حليفنا وحليفكم. أستاذ حسين، أستاذ واثق، طبعا بذكر الحرب على لبنان الآن، الضاحية الجنوبية ومناطق كثيرة من جنوب لبنان تتعرض إلى القصف والغارات. الضاحية كنا نسمع الغارات تكون في الليل، الآن حتى في أوقات مختلفة تتعرض إلى القصف، وغزة ثانية باعتبار أنه هدم للمباني. اليوم يمكن طلبوا من 25 قرية الإخلاء وغيرها، يعني هذا العدوان مستمر على اللي شفناه على غزة ده يتكرر على
الضاحية. هو ذات السيناريو الذي كان في غزة يراد له أن يعاد في لبنان، لكن هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. يعني المفترض الكيان بتجربة عام كامل من الإبادة وتهديم المباني المفروض يتعظ أنه هذا ما به فائدة. لم يستطيع أن ينتصر على مقاومين محاصرين طبعا. صحيح. في غزة محاصرين من كل الجهات وليس نعم. اليوم من يعني من سنوات محاصرين ومراقبين من السماء والاستخبارات والجواسيس وكل شيء مراقبين، لكن مع ذلك استطاعوا أن ينتصروا. الاختلاف هنا في العقيدة والمبادئ والقضية. في لبنان تختلف القضية، تختلف أولا تحصينات حزب الله هي أكثر من تحصينات حماس والمقاومة الأخرى، باعتبار يعني الظروف اللي موجودة هناك ما تسمح أنه يعني بتطوير قدراتهم بتطوير أسلحتهم. شيء ثاني، الأسلحة اللي يملكها حزب الله أيضا متطورة، والتدريب والعقيدة طبعا هذه ثابتة. الشيء الثاني، اليوم المبدأ اللي موجود عند حزب الله طبعا يعني بعد استشهاد القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، طبعا هذه رسخ العقيدة. هذه طبعا هنا الاختلاف بالتفكير الصهيوني والتفكير تفكير المقاومين. الصهاينة يعتقدون انه عندما يختالون قائدا يعتقدون ان هؤلاء يمكن ان يتزعزعون، يمكن ان يكسرون، لكن اصحاب العقيدة يتمسكون. واحنا يعني هم هؤلاء سائرين على طريق الشهادة، طريق الإمام الحسين، وهذا طبعا مبدأ ما تفضل دائما حسين. قائم يعني على التضحيات. الصهاينة ظلوا يعني هم هي حقيقة واقع عن تخيلات أم حالتهم النفسية تدمرت بسبب أنه بعد إحنا ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. إحنا لاحظنا يعني من يوم أول يوم طوفان الأقصى نعم. شاهدت كيف يجر الجنود الصهاينة كالنعاج وهكذا يعني اليوم يعني حتى الانسان هذا يعني الانسان ممكن يقاوم يدفع برجله بايده، لا كالنعاج يجرون هكذا. اذا الفارق بين العقيده بالتالي يعني اليوم احنا يمكن احنا كل خطب الشهيد حسن نصر الله هي كلها دروس حقيقه يعني. واليوم احنا نتعلم يعني المفترض هذه تبقى للتاريخ. ويعني احنا اذا تحدثنا عن الشهيد الخالد القائد السيد حسن نصر الله كلمات يعني قليل يعني لا نستطيع نعم. لا تفي بأن نصف هذا الرجل. صحيح. ربما الأتقى والأنقى والأشرف والأطهر وفي نعم. كل صفات والأكثر عطاء لهذه القضية. لذلك الكلمات. صحيح. لا تكفي. وهذه كل هذه الكلمات وكل هذه الدروس وكل ما تحدثت طبعا هذه كلها ولدت أجيال، وهذه الأجيال أجيال، وهذا الدمار والجرائم اللي يرتكبها الكيان هي هذه ترسخ العقائد لدى هؤلاء. لأنه اليوم إذا كان هنالك من يتحدث أن هذا الكيان يريد السلام أو كذا، وربما إذا نترك الكيان ممكن أنه يعني يحاول أن ينسون التاريخ، ينسون أنه الكيان اجتاح لبنان أكثر من مرة يعني دون يعني قبل السيد حسن نصر الله وقبل حزب الله وقبل حركة أمل وقبل كل الحركات المقاومة. لذلك نعم. هذه الحركات المقاومة هي شرعية وحق الشعوب يعني حتى. صح. في ضمن مقررات الأمم المتحدة والقوانين الدولية تجيز هذه الشعوب، لكن للأسف المنظومة الدولية اليوم تسمي ما يقوم به الكيان الصهيوني هو دفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس هو يقتل الأبرياء في الضاحية وفي بيروت وفي القرى وفي غزة وفي كل مكان في العالم. اليوم لو طالت يد الكيان الصهيوني أي بقعة في العالم لقام بضربها وقام الاعتداء عليه. لكن هو اللي حدث وأنه تحولت الحرب إلى الجنوب اللبناني لأنه فشل في غزة فأراد صرف الأنظار إلى لبنان. لكن هو اليوم وقع في مشكلة أو في يعني غرق في وحل هو يعني ربما حفره لنفسه. لأنه هذا الكيان اليوم لم يعتقد أنه احتقد أنه بالقصف لمدة 3-4 أيام ينهي هذه المنطقة ويدخل ويجد الأمور طبيعية ولا أحد يقاوم، وعندما يستهدف القادة يعتقد انكسار. لكن احنا طبعا هي في الحرب عادة عمليات الاغتيال هي من أجمل العمليات التي يقام بها في الحرب. صحيح. الحرب من يواجه وجه لوجه، الحرب هو المقاتل بالمقاتل. هم الآن يستخدمون
الأسلحة عن بعد، يستخدمون العبادة الجماعية، يقومون بقصف المدنيين على المدنيين يعترضون على المقاومة. لكن هذا حتى في غزة لم يحدث، وجدنا المدنيين يتمسكون أكثر بقضيتهم ويتمسكون ويتحول حتى الطفل مقاوما، وهكذا في لبنان، وهكذا كل الشعوب الحرة ستتحول مقاومة بوجه هذا العدوان. أستاذ حسين، تفضل أستاذ واثق بكلامه حول الإجرام الصهيوني. مقابل ذلك حزب الله لا زال مستمرا باستهداف المواقع والقواعد العسكرية فقط، إلا أن الصهاينة لم يلتزموا بإجراءات السلامة والأمن، ولم يخلوا بعض المناطق الواقعة قرب المواقع العسكرية، وروجوا لقتل المدني مقابل المدني، المدني بالمدني. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ اولا حبيت اعطي فكره صغيره حول الدفاع عن النفس. لا شرعا ولا قانونا يحق للمحتل ان يقوم بالدفاع عن النفس او يعطى حق الدفاع عن النفس. هو يمارس الاحتلال وعليه ان يتحمل معارضه الشعوب، الشعب المحتل، ومقاومته من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال. يعني إسرائيل لا يمكن أن تعطى قانونا أو شرعا في فلسطين وفي غزة ما أراد بايدن أن يلبسها هذا الثوب، حق الدفاع عن النفس. هذا تزوير ونفاق أمريكي أوروبي. هذا كذب على العالم بأسود. أما في لبنان، يعني حزب الله ما زال يراعي سقف الحرب مع إسرائيل، السقف الذي وضعه منذ البداية. هو لا يضرب بالمدنيين مقابل أن لا تقدم إسرائيل على ضرب المدنيين. مرت فترة في بدايات الاعتداء العدوان الإسرائيلي أن يتفهم حزب الله وقيادة المقاومة أن سقط مدنيين بحجة أن إسرائيل لم تكن تعلم، وهي تريد أن تضرب مثلا مركز أو سيارة تعود لمقاومين، تكون سيارة فيها مدنيين. اليوم لا حجة لإسرائيل عندما تسقط البنايات والمراكز السكنية على سكنين. يعني آخر كم يوم من ثلاثة أيام بدأت تعطي انذارات. ما الهدف من أن تعطي انذار ومن أن تقصف الضاحية غالبا في الليل؟ في ثلاث أهداف عندها. أولا في الليل هناك السكون، والقصف صوت القصف صوت الانفجارات يعم مناطق كثيرة في محيط الضاحية، تريد أن تعمم الصدمة، صدمة الصوت على المواطنين، على المدنيين والأبرياء. وفي الليل ظلام، الانفجار يؤدي إلى يعني وهج كبير جدا 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 لا يلحظ في النهار. وهذا معناه الصدمة البصرية، تريد أن تخضع الناس للصدمة البصرية والسمعية هي. ومن ثم جاءت يعني نتعة أنه تعطي انذارات للناس، إخلاء مربعات سكنية على مسافة 500 متر من أحداثيات معينة. هذا أنه تحاول أن تعطي للآخر، للمراقبين، انه انا عندي انسانيه، بدي ما بديش اقتل هؤلاء الناس، اعمل لهم يرحلوا قبل ما يموتوا. وهي لا تترك فارق من الوقت بين اصدار الانذار وبين تنفيذ الضربه، الغارات. صحيح. اسرائيل يعني عانت كثيرا من الحرب النفسيه التي كان يعرف سماحه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كيف يديرها ضدها. نعم أستاذ حسين. فهي لا تستطيع أن تستطيع في هذه الحرب
إلا عبر هذه الأساليب. كنت تسمع أستاذ حسين. عمل هذه الأساليب كحرب نفسية على المدنيين وعلى المواطنين. نعم سنكمل لكن بعد هذا الفاصل. العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب. تصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. صن من الله وفتح غريب. قلنا لكم من جديد أستاذ واثق، طبعا ما يفعله العدو من استهداف الضاحية الجنوبية بالليل هو جزء كبير من بث الرعب والخوف اللي يتبعها من هذه السياسة الصهاينة، من أجل يمكن حتى ينهار الجميع أو يصابهم الإحباط واليأس. ومثل ما تفضل أستاذ حسين، هناك صدمة صوت، صدمة بصرية وغيرها. وخلينا نكون واضحين، الإخلاء منه انذار بالإخلاء هو أشد من الغارة، لانه هو شنو يلحقون نفس الوقت انه يخلون المنطقه. وهذا الشيء شفته انا هماتين في غزه، الناس تخلى المكان والقصف موجود مستمر، وهذا الشيء ده يصير ايضا في الضاحيه. نعم، يعني اولا يعني هو يعني مساله استخدام توقيتات القصف هي متوقع انه هذا العدو يستخدم يعني مره الرعب ومره الحرب النفسيه. هو قبل هذه المعركه في جنوب لبنان هو بدأ بحرب نفسية يعني فترة طويلة بفتح جدار الصوت في المطارات وعلى مدار الساعة في بيروت والضاحية وفي كل هذه القرى، وبالإضافة إلى الطائرات المسيرة وأصواتها، وبالتالي هنالك نوع من الرعب الذي كان يعيشه السكان يعني بهذه الحالة. الشيء الثاني يعني مسألة الإخلاء، يعني وأنت أي إنسان يعني يجي واحد يقول أطلع من بيتك إنه يعني هذا من صعب، يعني يحتاج وقت كذا، وبالتالي الكيان الصهيوني يقوم بقصف حتى النازحين. صحيح. حتى يعني قصف خلال هذه الفترة، قصف يعني سيارات مدنيين، قصف سيارات إسعاف، قصف سيارات حتى دفاع الدفاع يعني المدني الشوارع. يقوم بقصف المدنيين ويمنع المسعفين من الوصول. نعم. وهذه جريمة بحد ذاتها، هذا ما موجودة لا في آداب ولا أخلاق ولا قيم الحروب نهائيا، لم نسمع فيها في أي حرب من حروب التاريخ. لكن الفارق يعني احنا قبل شوية تحدثت جنابكم عن الفارق القيمي بين الطرفين. يعني هنا الكيان الصهيوني رغم إجرامه، رغم كل ما فعل، كل الجرائم التي قام بها والوحشية والمجازر، لحد الآن كل قوى المقاومة يعني سواء في غزة، في من لبنان، من غيره من قوى المقاومة، كل محور مقاومة، لم نرى مقاوما استهدفه مدني لحد الآن. كل الاستهدافات إلى مواقع عسكرية ومواقع حكومية لحد الآن، كل الاستهدافات التي يعني التي حدثت، وهذا دليل على فارق قيمي كبير. وبالنتيجة أنا أقول على هذا فارق القيمي بالمعركة، رغم يعني القوة الهائلة والتدميرية للكيان، أنا أقول ستنتصر المقاومة، لأن القيم والحق وأصحاب القضية دائما هم من ينتصرون. وإحنا عندنا إشارات حتى في القرآن الكريم يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إحنا لا يعني لا نهتز عندما نتحدث نقول انهم وياهم امريكا او بريطانيا او فرنسا او هذه الدول، لا. اليوم المقاومين في غزه لوحدهم اوقفوا الاحتلال ومن لفهم لمده عام كامل. صح. كيف
يعني مع لبنان لحد الان اليوم دخلنا اليوم الثامن لحد الان لم يستطيعوا ان يتقدموا شبرا. وكنت ذكرتوا قبل شويه ارقام انه 6 دبابات 25 قتيل 125 مصاب، انا اقول الارقام مضاعفه ثلاثه او اربعه اضعاف لان الكيان اولا لا يعلن. وفي قذيفه واحده احنا شاهدنا يعني شرح حزب الله قذيفه تجمع اكثر من 10 او 15 صهيوني في تلك القذيفه، قذيفه واحده. فاذا الاعداد هي اعداد كبيره والكيان اليوم مني بهزيمة، لذلك إذا تلاحظون خلال اليومين زادت العمليات في غزة. نعم. هو الكيان أراد أن يصرف الأظهار إلى لبنان. بنفس الوقت لكن هزيمته في لبنان. السيد أبو عبيدة هو بنفس الوقت صافرات الإنذار تدوي في الكيان. أي عاد الكرة الهجوم على غزة كي تنتبه الناس إلى الجرائم في غزة وتنسى لبنان. ولكن مع ذلك المقاومين أيضا رغم هذه ورغم كل الفعاليات ورغم الدمار قاموا بقصف تل أبيب. ويوم أمس من لبنان، يعني هذه لبنان التي اعتقدوا أنه لا تمتلك، يعني ربما تم يعني أنه قدراتهم الصاروخية أصبحت محدودة، يوم أمس قصفوا حيفا وأوقعوا خسائر كبيرة. وإحنا اللي لاحظة هو المنهج والاستراتيجية اللي تتبع المقاومة، يعني بالذات حزب الله، يعني تدرج، يعني احنا يوم يعني يوم بعد يوم مثلا فادي واحد فادي اثنين فادي ثلاثه فادي اربعه ايضا قادر واحد وهكذا فلق وغيرها يعني من الاسلحه. المقاومه تمتلك من الاسلحه ومن الاستراتيجيه ومن القوه ومن المفاجات. بس خلي اسال بسؤال اخير باختصار بدقيقه سيد حسين، اكيد وضع الضاحيه هو شقد عددهم؟ احنا مثل ما نعرف انه الان هم يعني نزح منهم مليون شخص، هل موجودين ناس في الضاحيه ام انه هي خاليه؟ لا ما زال يوجد ناس، وانما يعني قلة، ليست يعني ما في ازدحام، ما في يعني بقي بعض الناس في منازلهم بالضاحيه لا يريدون ان يتحولوا الى نازحين ويتشردوا في الشوارع. وقد يعني مشهد النزوح في الحقيقة محزن جدا، أن يخرج إنسان من منزله بدون ثياب، أن يخرج إنسان. يعني قد عددهم أستاذ حسين تقريبا الموجودين في الضاحية ويفترش ومن الضاحية؟ طبعا الخروج من الضاحية كان يعني لا يقل عن الخروج الذي جرى من الجنوب والازدحام على الطرقات الذي دام حوالي 20 ساعة. صحيح. الخروج من الضاحية مع أنه المسافة قريبة هي يعني 3-4 كيلومترات ليدخلوا إلى بيروت الإدارية وينتشروا على الشواطئ وعلى الأرصفة وفي ساحات العامة، ويعني يجلسوا في هذه الأماكن، يعني كان شيء الحقيقة يعني محزن. نعم. ولكن هذا تضحية لابد منها وثمن ندفعه في حرب مع هذا العدو الكافر المجرم الإرهابي الذي يمثل رأس الإرهاب في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سؤال أيضا، البقاع تعاني أيضا؟ يعني أنا سمعت في أخبار أنه البقاع أيضا تحتاج إلى إمدادات وغيرها. طبعا هناك نزوح من البقاع، من البقاع الشمالي إلى البقاع الأوسط، من البقاع الغربي إلى بيروت، ومن البقاع الأوسط إلى بيروت وإلى الجبل. أيضا بالبقاع يعني يعاني الأمرين من الغارات الجوية الفتاكة. تعرف البقاع يعني ماذا يعتبر البقاع بالنسبة للمقاومة؟ خزان المقاومة. البقاع خزان المقاومة. المقاومة تدربت واختبأت وتعلمت كله في البقاع. هناك حيث يوجد الأشاوس والعشائر الغيورين، ويوجد أماكن تصلح لإقامة منشآت تدريب وتعليم وتدريس. هذا البقاع، يعني البقاع يدفع ثمن غالي اليوم. الشمال وبعلبك، شمال يعني الهرمل، إلى منطقة القصر على الحدود السورية، إلى المصنع، إلى معبر المصنع إلى سوريا، يعني بعد الطريق مقطوعة بين سوريا ولبنان، ما زالت مقطوعة، ما حدا راح
سهل. نعم. لأنه وصلت الفكرة. الله يكون في العون أستاذ حسين سلامة. نعم. والأمريكي يمنع ذلك حتى لا تعود النازحون السوريون. الله يحفظ لبنان وأهل لبنان. شكرا لك أستاذ حسين سلامة من بيروت، كل السلامة لكم. وأكيد أستاذ واثق الجابري أشكرك شكرا جزيلا. انتهت التغطية، انتظرونا على رأس الساعة، مستمرون في تغطياتنا من الأيام الفضائية. إلى اللقاء.